ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. هذا قد ورد في حديث عن علي بن أبي طالب في صحيح مسلم. هذا الدعاء أو هذا التوجه وارد في كلام علي بن أبي طالب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا اللفظ بعد تكبيرة الإحرام. ثم يقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف، لا من فعل النبي ولا من تقريره ولا من قوله، وهكذا لم يروى عن اصحابه التابعين، وانما استدل به الامام المهدي اتى له بهذا الدليل. ثم يكبر فيقول الله اكبر ولا يقول الله اعظم، خلافا لابي حنيفه فقال يجوز ان يقول الله اعظم، بل جوز ابو حنيفه ان ياتي بالتكبير ولو باللغة الفارسية فيقول خداي بيار، خداي بيار باللغة الفارسية بمعنى الله أكبر. قال أبو حنيفة لا مانع للإنسان الفارسي أن يقول خداي بيار ثم يقرأ الفاتحة، والصحيح أنه يجب أن الأذكار هذه تكون بلفظها، فالأيراني والفارسي والأفغاني والتركي والروماني وغيره والبربري يجب عليهم أن يحفظوا أذكار الصلاة باللغة العربية. مسألة ثم يقرأ ويبتدي بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها ويجهر ببسم الله الرحمن الرحيم إن كانت القراءة مشهورا بها، وهو مذهب الهادي والشافعي وجماعة من العلماء. وقال الإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة يأتي بها سراً، ولهذا إمام الحرم لا يأتي بها إلا سراً، والناس يفتجعوا ويقولوا كيف الصلاة هذا حقنا. أنا مذهبي لا مانع من الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، ولا مانع له أن يأتي بها سراً، لأنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث صحيحة في الجاري ببسم الله الرحمن الرحيم، ومنها حديث عن علي بن أبي طالب، ووردت أحاديث أصح منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، أن النبي أسر بها، وهو حديث أنس بن مالك وغيره. عندي مذهبي أنه لا تعارض بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرر في علم أصول الفقه، ولا مانع للإنسان أن يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم ولا مانع له أن يسر. فإذا سريت فأنا قد وافقت مذهب أبي حنيفة، ووافقت أنا في ابن مالك، ووافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإسراء. وإذا جهرت بها فلا حرج علي، فقد وافقت الإمام الشافعي والإمام الهادي والإمام زيد بن علي، ووافقت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، بل وافقت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يجهر بها كما في بعض الأحاديث. فالمسألة بسيطة لا تحتاج إلى تعصب كثير، الكل جائز. كما أن العلماء اختلفوا في تكبيرات صلاة الجنازة، فقال جمهور العلماء المذاهب الأربعة أنها أربع تكبيرات فقط، وقال الهادوية أنها خمس، والذي بيصلي أربع صلاة غير صحيحة بل يضم إليها خامسة، وهم قالوا لا يصلي إلا ويأتي بأربع، فإذا زيد الخامسة فصلاته كذا وكذا. والصحيح والراجح عندي أن الأحاديث واردة في الخمس وواردة في الأربع وكلها صحيحة، فلا مانع لي أن أصلي وأتي بالأربع، ولا مانع لي أن أصلي وأتي بالخمس، فلا تعارض بين أفعاله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مذهب الإمام زيد بن علي كما في مجموع الإمام زيد بن علي، كما هو أيضا مذهب الإمام ابن حزم الظاهري
كما في كتاب المحلى، كما أنه أيضا مذهب جماعة من العلماء، أنا منهم أقول أن هذا جائز، بل قال الألباني يجوز ولو إلى الست، لأنه قد وردت هذه الست. ولهذا لما مات الألباني بعد قبل المغرب من ليلة الجمعة وصلوا عليه في ثلث الليل، كبروا عليه ستا على مذهبه أن التكبيرات يجوز أن تكون ست، لأنها وردت أحاديث في الست التكبيرات، فالكل جائز ولا تعارض بين الأحاديث الصحيحة مهما كانت فعل، فلا تعارض بين أفعاله صلى الله عليه وسلم. يا قاضي، الذي رجحوا الإسراء بسم الله يعني بقوة الأدلة؟ قالوا هي أرجح. أرجح يعني هذا؟ وهذا قالوا أرجح من ناحية المثل، من ناحية المثل، لأن المثبت للجاه أرجح من المسر، والمثبت مقدم على النافي، ومرحب الحج على من الله معه، فقدموا الإثبات من ناحية المثل، وهذا قدموا من ناحية الإسراد. عندي كله جائز، كل يصلي كيف مشتا لله والسنة القبول، المهم الإخلاص والمحافظة على الحديث الصحيح. نعم، وعليكم السلام. في الباقي يدعي يدعي يدعي، لأن محل الصلاة هو الدعاء، ما بيش مثل الدعاء، يدعي ولو بعدة الدعوات أو يثري الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخل عبادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اخلصوا له الدعاء، فموضوع صلاة الجنازة الأدعية ولو بعد التكبير الرابعة وبعد الخامسة وبعد ما اشتهى. قال وهي آية من فاتحة الكتاب، ومن كل سورة اختلف العلماء في الآية في بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي آية من كل سورة أو لا؟ قال بعضهم ليست بآية، وقال بعضهم هي آية من الفاتحة، وقال بعضهم آية من كل سورة. الصحيح أنه آية من كل سورة، بدليل أنها موجودة في المصحف العثماني الذي كتب أيام عثمان وأقرها الصحابة كلهم، وما يكتبوه إلا دليل على أنها آية من أول كل سورة. هذا هو مذهب الهادوية وجماعة من العلماء، وهو الراجح عندي. قال مسألة النص يحيى عليه السلام في الأحكام على إبطال الصلاة لترك الجهل ببسم الله الرحمن الرحيم، الإمام الهادي يحيى بن الحسين في كتاب الأحكام زيد وقال من أتى ببسم الله الرحمن الرحيم سرا لا جهرا فصلاته باطلة، زيد هكذا وقال أن صلاته باطلة، مثل ما الحنبلية الذي يقول الذي بشر من الشافعية والزيدي صلاته باطل ولا يولوا في الحرم الشريف في مكة أو المدينة أو المساجد الكبيرة المرتبطة بوزارة الأوقاف إلا من كان حنبليا أو شافعيا سيتحمل في هذه المسألة، أما المساجد الذي بعمرها التجار على نفقتهم فبيخلوا المؤذن والمصلي يصلي كما يشاء ويذم، أما هذاك الذي مربوط بوزارة الأوقاف لا بد أن يأتي بسم الله الرحمن الرحيم سرا، فإذا جهر بها تدعو معاشه. الإمام الهادي قال في كتاب الأحكام من أتى ببسم الله الرحمن الرحيم سرا فصلاته باطلة، احنا لا نوافقه على هذا، لا نوافقه، فإذا سمعته بين وضح كلام الهادي أو كلام الهادوية ما تتوهموا شنو مذهبي وتقولوا قال العمراني الراجح كذا، أما هذا بنحكي لكم ما قال علماء المذهب وأدلته، أما أنا فأقول لكم مذهبي الشخصي كذا، وأردت على المذهب الذي أخالفه، أنا أردت على هذا القول وأقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الإصرار وثبت الجهل، فالكل جائز ولا تعارض بين أفعاله صلى الله عليه وسلم. ما سألت قال ثم يكبر ويركع، خرج الوقت، ولكن سأعاقبكم بثلث ساعة لأيام قابل أنكم أخرتوني وأخرتوا البث وأخرتوا
المكان وجيت والباب مغلق ما بش من يقول ربي الله. حبنا تذاني وقد كنت شاتم وأقول لصاحب الباص للتنيح أنا كلهم قد كنت شاقول لي الباص تفضل ارجع لي شاحنك ذرحي، لكن بدا واحد من الطلبة وأنا بعدها سليت كذا كذا في مسلية إن شاء الله السلام. ولهذا سأعوض، لأن اليوم الأول تركنا ساعة وفي اليوم الثاني تركنا نص ساعة واليوم تركنا ثلث ساعة. الفائدة لكم مشيري، الفائدة لكم. ما سارة قال ثم يكبر ويركع فيطمئن ظهره في ركوعه ويفرج آباضه ويسوي كفيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويستقبل بهما القبلة ولا يحرفهما على شيء، يحرفهما على شيء من جوانبها، ويعتل رأسه فلا يكبه ولا يرفعه. حال ما يركع هكذا يركع هكذا، لا يصوب هكذا مثل ما يصوب الحمار حين ينضط يفعل برأسه هكذا، ولا يرفع هكذا هكذا. قال الملا الفك بحيث إذا طرحنا وعاء ما ينتعش، إذا طرحنا الوعاء ما ينكعش، فإذا بيصوب ينكع وإذا هكذا ينكع. هكذا بثلوا للذي أيركع، لا يكون هكذا ولا يكون هكذا قوي. مسألة ويقول في ركوعه سبحان الله العظيم، هكذا قال الإمام المؤيد بالله في التجريد والإباب الهادي في الأحكام والإباب أحمد بن سليمان في أصول الأحكام والإمام الأمير الحسين في شفاء الأوام والإمام المهدي في البحر الزخار والإمام المنصور صاحب الإعتصام، قالوا هكذا. لكن الأحاديث تقول سبحان ربي العظيم، ما لفظة سبحان الله بلفظة الجلالة ما وجدناش. فلهذا أقول مذهبي الشخصي أنني أقول سبحان ربي العظيم ولا أقول سبحان الله. جميع الأحاديث الواردة عن النبي بلفظة سبحان ربي العظيم، ولأجل هذا خطيت علي هذا الخط. إذا رأيت في كتابي خط هكذا فالمراد أن اختياراتي وترجيحاتي مخالفة. هذا سبحان الله العظيم وبحمده، هذا لفظ الله وجدناها في شفاء الأمير الحسين وفي أصول الأحكام وفي الاعتصام وفي شرح الأزهار وفي التاج المذهب وفي غير من كتب الفكر المربوط بالدليل وغير المربوط بالدليل. بيقولوا يعني لفظ الجلالة أفضل من ربي، لأنه ربي يقول لأنها مشتقة. لأنك إذا قلت تدعي صاحبك ما تقول إلا يا علي يا محمد، ما تقولش يا صاحبي، كذا كذا في أصول الأحكام. لكن نقول ولكن النبي قال سبحان ربي العظيم، بين لنا كيف هي القصة. النبي قال سبحان ربي العظيم ولا ما قال هذا؟ قال في صفاء الأمير الحسين وفي أصول الأحكام إذا قلت ادعي صاحبك ادعي أخوك، ما تقولش يا صاحبي بل تقول يا محمد. وهذا قال سبح باسمك رب العظيم، فتقول يا الله ما تقولش يا ربي. لكن هذا بناء على أن ما ورد حديث، لكن ورد لنا حديث أن النبي قال سبحان ربي العظيم، وبناء عليه فالراجع عندي أنني أقول سبحان ربي العظيم. وانتم اشتيتوا تقولوا كم بتقول في حبابه سبحان ربي العظيم، كيف تقول؟ على سنة سبحان ربي. وأنت كيف تقول في الشارع؟ لكن يا قاضي دليل. من أول كنا نقول سبحان. وأنت ما تقول؟ دليلهم يا قاضي، عقلي ولا نقلي؟ كذا تين الدليل. أيوة يعني ما بش عم دليل. قالوا فسبح بحمد ربك واستغفره، كيف يقول؟ قالوا سبح بسمك قل سبح الله تجيب الجلال. لماذا؟ التعليل حقهم هذا. إذا قلت ما بش حد في حق مجموعة ممزيك لا عندهم، قالوا خبرا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول سبحان الله هكذا. لكن هذا الحديث موجود في اصول الاحكام وفي شفاء الامير الحسين، لكن ما وجدتش في كتب الحديث بعد البحث الشديد. ولا ما عندهم قال خبرا وروي عن النبي انه كان يقول سبحان الله، لكن هذا الحديث ما لقيناش في كتب الحديث. قال
مسألة ويكون في ركوعه سبحان الله العظيم وبحمده ثلاثا ثم يرفع رأسه من ركوعه ويقول سمع الله لمن حمده. مسألة قال وإذا اعتدل قائما خر لله ساجدا ثم قال الله أكبر ويبدأ بوضع يديه قبل ركبتيه على الأرض. هذه مسألة هل يقدم الإنسان ركبته أو يده؟ ما قد ستين سنة وياه إلى الآن. الذي كان يدعى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه يقول سبحانك الله ربنا وبحمدك الله ربنا. نعم، هذه لفظة وبحمده وردت بأسانيد ضعيفة ولكنها وردت في عدة أحاديث. قال بعض العلماء ينضم الحديث الضعيف إلى مثله ويصير الأحاديث الضعيفة كلها حديث حسن لغير لشواهده، وبعضهم قال ما دام هو حديث ضعيف فلا لزوم إليه، فلا حرج الإنسان أن يقول سبحان ربي العظيم أو يقول سبحان ربي، إما يقول سبحان ربي العظيم وبحمده أو يقول سبحان ربي العظيم ما عاد يقول بحمده. أنا ما عاد بين التش لفظة وبحمده، ما دام أحاديثها ضعيفة ما بيش لزوم لها. لكن بعضهم قال انضم الحديث الضعيف الى الحديث الضعيف وصار الحديث حسن لغيره، وانا اقول ما بش لزوم ولا بهال. فالانسان مخير ان يقول وبحمده او يترك لفظه وبحمده. هذا مسترد الى الاحاديث الضعيفه الذي انضم بعضها الى بعض وصارت حديث حسن، وهذا قال لا لزوم الى ان نضم الاحاديث الضعيفه ويكفي ان نقول سبحان ربي العظيم. اما قولك هذا فقد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سمعت النبي يقول كان يقول سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك اللهم اغفر لي. هذا الحديث صحيح، لكن علماء المذهب قالوا هذا من خصائص النبي. قال العلامة بن حريوة في كتاب المطمطم التيار المطهر للأسهر من أرجاس السيل الجرر قال أنه من خصائص النبي، والشوكاني في السيل الجرر قال ينبغي أن نأتي به ونحن نأتي به الآن، لكن أئمة الصرف في بعض الأحوال ما بيتركوا ليش فرصة، بنقول سبحان الله ثلاث مرات ويقوم، وبعض الأئمة بيبطي لما نستطيع أن نقول نأتي بهذا، وبعض الأئمة ما بيترك لنا فرصة. قال مسألة يا شيخ يمكن أن يكون كدليل لهم ها؟ ما يمكنش يكون دليل لهم يعني في هذه المسألة سبحان الله وفي قوله سبحان ربي العظيم كل جائز بنجمع بينهن أنا بين أقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبح قدوس رب الملائكة والروح، ثم أقول هذا اسمه هذا حديث عائشة، لكن في بعض الأحوال بنتمكن إذا الإمام بيطول وإذا الإمام بيبركع ما بنستطيعش. قال مسألة وقال ثم يسجد فيمكن جبهته من الأرض. قال ويضع أنفه مع جبهته هكذا، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسجد على جبهته وأشار النبي إلى أنفه، دليل على أن الأنف يدخل في الجبهة وأن الإنسان يمكن، بحيث إذا ساجد على صرفه بعدها يسقط، هذا مش يكون متراخي، يكون خاضع بحيث أن جبهته وأنفه خاضعان. قال إذا سجد على أنفه بدون جبهة إذا سجد على أنفه ويستهد شيء جرب لنا اسجد على أنفك ولا تسجد على جبهتك وأنا أدي لك 5 مليون دولار إيش كم وريني كيف أقول تعال يا شيخ ألو
ايش؟ نلمه نلمه اين؟ نلمه ما تستطيع. ها الدوران رادعي أخذنا يوم كله. لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا. أنا حال ما تزوجت في تفسير الحريم، وإذا هي ما أتسجج أي طولها وزاد بعدت الوزاد وبعدت حتى أول الذي صبه القنبع بدماغ، وقلنا تصلي ما شو عذر العذر البرض، أما الحروية فليست بعذر أبدا. نبين على النساء ونبين على الشارعة الذي بتلبس النساء أنه لا يجوز. نعم نعم قالوا يا شيخ هيا أنجا قم سجد. قال في محاضرة في زاد الخطيب معك. ها؟ معك محاضرة عند أخواننا عمار المساجد في زاد الخطيب. وين ورد شاء؟ وين أنت؟ منتظر بالباص. ما شاكيش ما شاكيش أمس وعدوني وتركت أعمالي وما شاكيش. اليوم اليوم الشمس يا شيخ. لا قالوا لي يوم الأحد. لا يوم الاثنين يا شيخ. ما شاجيش في أمل أن نبي علي ما شاجيش، لأن أمس قالوا لي إنه يجو ما جوش، قالوا يوم الأحد، وقد كان معي موعد ضروري واتصلت بهم وما جوش، والآن حرم. يا شيخ عفوا اللي قالوا لنا يوم الاثنين والله. أنت شيخ الطريق. أنا قد اقترمت بلغهم السلام وقل لهم قد اقترمت. لا لا عفوا يا شيخ. لا إليك أنت. تحب الله يحفظك. يحب الأسئلة. بس خلي شيخ مندوب أقول فعلوا خير صراحة. أبيه من الأرض ويضع أنفه مع جبهته، وليس وضع الأنف على الأرض بفرض، ويخوي في سجوده، ويمت ظهره ويسوي آراب أعضاءه، وينصب قدميه ويجعل كتفيه حذا خديه، ويضم أصابعه ويفرج آباطه ويبين عضديه ومرفقيه عن جنبه، ويبين عضديه ومرفقيه عن جنبه. وإن كانت امرأة تضممت ثم قال في سجوده سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا، قلنا والذي في كتب السنة سبحان ربي الأعلى لا سبحان الله، مثل ما قلنا في الركوع. وهذه في كتب الفقه في المذهب الهادوي وفي غير من المذاهب يقول أن المرأة تبركض حال ما تصلي، لا تفتح يديها هكذا ولا تركع تسجد ومثل ما الرجل، بل إن حال سجودها توطي ظهرها هكذا في الكتب كلها. لكن الألباني يقول في آخر كتاب صفة الصلاة قال ما بش دليل صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالظاهر قال من الأدلة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم النساء وحكم الرجال سواء، وأن هذه استحسانات من بعض العلماء أو من بعض الصحابة أو من بعض التابعين. أما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم المرأة مثل حكم الرجل، حكم المرأة مخالف لحكم الرجل، فلا تفرق بأيديها وإبضيها ولا ترفع عجيزتها على رأسها مثل ما يرفع الرجل عجيزته، بل تبركض فيكون عجيزتها وظهرها متساويات. هكذا قالوا في الكتب الهادوية وفي غيرهم. لكن الألباني قال ما بش حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينص على هذا، إنما هو استحسان من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة قال ثم يقعد فيفرش قدمها اليسرى وينصب قدمها اليمنى ما بين
السجدتين يضع رجل وينصب رجل. عند علماء المذهب الهادوي قالوا وجوبا، وهنا قال ثم يقعد فيفرش قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى، قال في مثل الأزهر وجوبا وإلا بطلت. مؤلف مثل الأزهر للمذهب الهادوي قال أن الرفع أن النصب والفرش ما بين السجدتين واجب وإلا بطلت، وأما في حال التشهد فإنما جعلوه مندب فقط، هيئة فقط، هكذا المنصوص لعلماء المذهب الهادوي أن النصب والفرش فيما بين السجدتين واجب، ومن لم يفرش وينصب بطلت صلاته، وأما في التشهد الأخير وفي التشهد الأوسط إنما هو مندوب. لماذا؟ لأنه قد وردت أحاديث في التورك، أنتم حال ما بتصلوا بتتوركوا أو لا بترفعوا وتنصبوا، في الأخير في الصلاة الذي فيها تشهدين الأدلة تدل على أنه في التشهد الأوسط يرفع الإنسان رجلها اليمنى ويفرش اليمنى، يرفع اليمنى ويفرش اليسرى في التشهد الأوسط. أما في التشهد الأخير فوردت أحاديث تدل على أن النبي كان يتورك، أي يطرح وركة على الأرض ورجلي يبسطها وتخرج طرفها إلى الجانب الآخر. هذا هو التورك الذي ستقرأه في هذا الكتاب، هذا هو التورك المذكور في هذا الكتاب. أنت الكتاب هذا ها؟ ها قال قد قال العلماء هكذا، قالوا ما لم يكن الإنسان مسحوما في الصف فلا مانع له أن ينصب هكذا، هذا مبني على أنه ما بيزاحم من قبله، ولا أما إذا تضايقوا فلا مانع للإنسان أن ينصب ويفرش، هكذا يقول العلماء لا مانع للإنسان أن ينصب. كما أنها قد وردت أحاديث في الإقعاء وهو الذي يعمله الشافعية أو بعض الشافعية في عدن وغيره، حال ما يصلوا يقعوا، ما هو الإقعاء؟ ينصب الرجلين هذا ويكون عليها. قد بصرت الإقعاء هذا ورد حديث عن ابن عباس أنه قال من السنة، لكن في صنعاء ما نعرفها، حتى أنه وصل جبل عبد الناصر إلى صنعاء والناس بسروا بيصلي في الجامع الكبير في صلاة الجمعة، قالوا هو ذا سورة ما يعرف الصلاة، ما بيصلي ولا يعرف الصلاة، قلنا ما شيء هذا مذهبهم يعملوا هكذا. وقد ورد في حديث ابن عباس أن الإقعاء من السنة ورد، لكن إحنا ما إما بنرفع ونصب أو بنتورك إلا مره ها؟ الإقعاء قوم وريه، والبنات ما نوريهن ها؟ ما درى الواحد هذا الإقعاء ها؟ الإقعاء من منكم خفيف الذي يستطيع يعمل الإقعاء بحيث أن البث يوصله إلى عند الطالبات سوى قبل صلاة البث سوى، هذا هو الإقعاء ها؟ صلح الكيمرة هذا الإقعاء ورد عن ابن عباس أنه قال من السنة،
هذا الإقعاء عمل به الشافعية، وكان وقد شاهدناهم يصلوا هكذا، ولا مانع، لكن الأحاديث التي وردت في الرفع والنصب والتي وردت في التورك هذا هي أشهر وأصح. أنا ما قد أقعيت إلا مرة واحدة في عمري، أنا حال ما أصلي في التشهد الأوسط أنصب رجل وأفرش رجل، وفي التشهد الأخير أتورك، لكن مرة في الحرم المشروع أن النساء يصلين وحدهن مثل ما بيصلين في المدينة المنورة، النساء وحدهن في جانب والرجال في جانب، ومعهم باب ممنوع دخول الرجال، فإذا دخل الرجل قاوي الشرطي يرده، كما أن إذا دخلت برم من الأبواب الثاني الشرطي يرده، ومعهن مجموعة هناك. هذه مضبوطة في المدينة المنورة، لكن في مكة بستطاعوا يشددوهن لأنهن بيجن عند الكعبة يطوفين، وبعدها تقام الصلاة في ساعة في انضمين ويصلين مع الرجال، وهناك مشكلة. أنا أحاول أهرب من بقعة لا بقعة لأجل لا تصلي شبرك بجانبي أو أمامي، ولكن مرة من الدهر ما ظهر لي إلا وقد كبرت ودخلت وجيت بره صليت بجانبي، فاضطريت بعدها أنني أعمل الإقعاء هكذا لأجل إذا تورقت أو فرشت أي لامس جسمي جسمها في الصلاة، ولهذا أقعيت أقعى حالي لا بأس به لا باتصلت بها. وبالحسن الحظ أنها امرأة أندونيسية من الأندونيسيين الصغار، هذا ذاك الذي سأل الضفادع، لو كانت مصرية إن قد كانت أتترف فوقي ما أتسترش أصلي من كبرها. هذا هو الإقعاء هذا. وعد كنا وعليكم السلام ورحمة الله. كم لي منك؟ لا شو متأخر ساقط لي منك من يوم بابه من العام السابق من أيام الدراسة، من حين وقعت الشهادة حق زوجتك. لا زمان قد حصلتك بعدها مرات، والله أعلم أن ما عاد ذاك الله. هيا في أمان الله، الله يوفقك ويعينك وينور قلبك. وهذا المنصوص عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن المرأة تصلي بجانب الرجال أو تصلي أمام الرجال، وإنما تصلي خلف الرجال بالإجماع. لكن في المذهب الهادوي وفي المذهب الحنفي شددوا، قالوا فإذا صلت المرأة بجانب الرجل أو صلت أمام الرجل في الصف الأول بطلت صلاتها وصلاة من كان عن يمينها وصلاة من كان عن شمالها وصلاة من كان أمامها. هكذا سيأتي في المذهب الهادوي وهو المنصوص عليه في التجريد والمنصوص عليه في الأسهر هكذا وبناء عليه. فأكثر الحجاج صلاة باطلة لأنه بغير اختيار بنصلي ما نجي إلا وقد صلى النساء تجاهنا، ما بيقضعش والشرطي يدلفن ما بيرضنش يتلهف، هاي سيد المصريات تقفز له للشرطي ما إليك، وبعدها يرجع يستحي على نفسه ويا حجي يا حجي يا حجي. فإن كان نسوان أهل اليمن ما بشرحن منهن ولا أسكن منهن، عاد غربي بسرن من بعيد ويهربين ويسيرين عند النسوان، وإن كان الأندونيس الذريك يتخروضين، وإن كان المصريات قل لا أنا عاوز أصلي عنك مش بيتك، بيت الله أنا عاوز أصلي عنك أعطي فلت. قال في متن الأزهار فإذا صلت البرأة في صف الرجال بدلت صلاتها وصلاة من كان عن يمينها وصلاة من كان عن يسارها وصلاة من كان
أمامها، لكن الشو كان في السيل الجرار، ها؟ من قد كان؟ لا لا أمامها، لا لا الظهر أمامها، مالك؟ من سيصلي؟ من سيصلي خلفها؟ إيه؟ من سيصلي خلفها؟ لأنه في بعض الأحوال بنصلي أمامنا نساء وبعضهم عاد لابسة بنطلون، عاد بالكلام فهذا. أما الشوكاني فلم يقل بهذا القول، قال هذا شيء محرم، لكن الفساد لا، من كان جاهلا أو كان بغير اختيار تلمره فلا إثم عليه، ومن كان متعمدا وجاء صلى بجنبها فهو مذنب عاصي، أما صلاته فهي صحيحة. أما الجاهل، لأن في بعض الأحوال أنا في طرف الصف وهي في طرف الصف، مش عارف أنا أنها في طرف الصف، أو مضطر أنا جيت وهي لحقتي وجيت صلي بعدي وقدني في أثناء الصلاة، إذا كان الإنسان بغير اختياره أو كان غير عارف فصلاته صحيحة ولا إثم عليه، وإن كان متعمدا فصلاته صحيحة ولكنه آثم. ما باختلال فني، ما به ما قد شاهدت لليوم. هذا سيأتي في باب صلاة الجماعة. هذا الكتاب العلماء المجتهدين بيقول العالم المشهور في ترجمة الشيخ الإسلام الشوكاني، لو ما قدوا في ترجمة العلماء حق حمود المأيد وفلان وفلان، يقول العلماء المجتهد المجدتي، العلماء المجتهد الحوثي، العلماء المجتهد اللاذ اسمه، ها؟ لو ما قدوا شيخ الإسلام الشوكاني المجتهد المدرك ما قالش المجتهد، قليل على أن هذا يعني تعصب سافر هذا. وأنا قال أن فتاوى كلهن عن الأمير أنني متأثر بالأمير والشوكاني، تالي ترجمة، ها؟ مع أنه ما ينبغيش، هو ما ينبغيش يتي لا الأمير ولا الشوكاني ولا المقبلي ولا الجلال، لأنهم قدوا مجتهدين لأنفسهم، ما عندهم مجتهدية أبدا. إذا قد كانت خنيانة، لكن هذا العلماء المجتهدين ما يبغاش يدخلون في الوادة، لأنهم قد تحرروا واجتهدوا. كيف السيل الجرار؟ عادي قال له صاحب السيل الجرار وببل الغمام الشوكاني بيخرب الأسر من أول لآخرة، وفي وبل الغمام بيخرب الشفاء من أول لآخرة، عادي يسمى زيدي، ما عاد يسمى زيدي. لا تصدقش بعضهم أشياء يعني فيها انحياز، لو ما قدوا عند مجد الدين وعند فلان فلان قال لها المجتهد، والعلامة الصدق المجتهد المقبلي الذي قال ها أنا ذاهب إلى ربي سيهديني، في أول كتاب العرب الشابخ قال الناس ناس شافعي وناس حنبلي وناس كذا كذا، أما أنا فأنا ذاهب إلى ربي سيهديني. هل هذا يقال اسم زيدي؟ قال ولا ينبغي لمن قويحين طالعت هذا الكتاب، الحمد لله عادي دافي منه، ما سألة ولا ينبغي لمن قرأ في صلاة فريضة السجدة أن يسجد لها، فإن كان متطوعا جاز، وإن لم يفعل كان أحب إلينا. إمام مسجد الزبيري قد مات، كان هذا اسمه متمسك بالمذهب هذا ويبا يخالفش، بالرغم أنه قري عندي التراري الوضية والترر البهية وقرا عندي سبل السلام وهذا، لكن ما يخالفش يعني حقه المذهب، لو وقع ما وقع، إذا حصل رقد ولا شيء يصير يستنجى ويغسل الفرجين من أعضاء الوضوء كلهن، ذلك ما يفلتنش أبدا ولا لسي فيه سبل السلام ولا التراري الوضية. ومن جملته أنه صلى عند آية السجدة وهو في المحراب ما سجدش، لكن ذكر أنه ارجع يسجد حال ما فرغ من التسليم، قال الله أكبر وسجد، وهم سجدوا.
توهم المؤتمون أنه سجود السهو. راعوا راعوا أيقوم أيقوم نشغل كذا يروشهم من التنهر. أنا فهمت بعد ما طول أنه سجود هذا. قمت والثاني على واحد واحد بيقوموا. وبعدها قاع من هذا تم ما صدي شي حاكوه يتحيمك فوقهم. رجع الحقوب بعدين ما هو قلنا هذه هي سجدة التلاوة. أنتم ما عندهم شك مش أنتم دارين. وهو قد كان لازم أن ينبي. قلت له إذا كنت ستسجد سجدة التلاوة بعد الصلاة فقول بعد ما تسلم سجدة التلاوة أثابكم الله الله أكبر وما اسجدوا. ثاني يوم ثاني طبقه وصل عند آية السجدة وما سجدت ورجع قال هكذا أثابكم الله الله أكبر هذا اسمه وسجد. هذا قد خطيت عليها خط لأنها مخالفة للنص. ما سألته قال القاسم عليه السلام وليس السجود بفرض عند قراءة شيء من القرآن لا على من قرأ ولا على من سمع. ما سبب حنيفة أن من درس الآية ووصل عند السجد يسجد وجوبا. لكن الجمهور من العلماء قالوا سنة إن شاء يسجد سجد وإن شاء. كذلك السامع إذا سمع آية السجدة وسجد التالي يسجد ندبا بشرط أن التالي سجد. وقد سئلت قبل 50 سنة في إذاعة الصنعة الأولى قبل 50 سنة سؤال في الإذاعة هل يشرع لنا أن نسجد إذا سمعنا آية السجدة من الإذاعة أو من التسجيل أو من الفونوغراف هل نسجد أو لا؟ أجبت عنهم أنه لا يشرع لأن الأدلة تدل على أنه لا يشرع للسامع أن يسجد إلا إذا سجد التالي. لأنه ورد في الحديث أن رجلا سجد عند تلاوة آية السجدة فسجد النبي، واحد تلا آية السجدة فلم يسجد النبي. فقيل له يا رسول الله لماذا سجدت تلاوة فلان ولم تسجد؟ قال هو إمامنا فسجد فسجدنا، وهذا لم يسجد فلا نسجد. ولهذا قلت حينما نسمع عبد الباسط بيتي آية السجدة لا نسجد لأنه ما بيسجد. لو سمعنا وقف الآية فسجد واقترب وقال الله أكبر وسجد لا نسجد. أو في التلفزيون إذا هو بيقرأ في التلفزيون وبعدها وصل عند آية السجدة وقال الله أكبر وسجد يشرع لنا أن نسجد سواء كنا متوضين أو غير متوضين. لا يشترط في سجدة التلاوة أن يكون متوضي. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف، بل من كان بيدرس القرآن أو سمع تلاوة القرآن وسجدة التالي فليسجد ولو لم يكن متوضي. الأحاديث التالية على وجوب الوضوء هي في الصلاة، أما السجود فلا بد الإنسان أن يسجد ولو كان غير متوضي. ولهذا إذا سمعته في التلفزيون أو شاهدته عبد الباسط أو عامر ما سجدت لا تسجدوا، فإذا سجدت فاسجدوا كما تدل على آية ولو كان في التسجيل. وبعد ما شاهدتش ولا سمعت السجاد. سمعته بيقول الله أكبر. خلاص ما سجدش. البادي منه. ماله؟ الظاهر ابن حزم اشترط. لكن أنا أقول الظاهر من الأدلة عن استقبال القبلة أنه سيكون مشروع. قال مسألة ولا يرفع المصلي يديه في شيء من التكبيرات لا الأولى ولا غيرها. طيب خطيت عليه لأنه مخالف للأدلة. وردت أحاديث متواترة
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء بل هو الجمهور، ومنهم زيد بن علي والحنفية. تكبيرة الإحرام يشرع فيها رفع اليدين عند الحنفية وعند زيد بن علي وعند الجماهير من العالم الإسلامي. أما عند الركوع وأما عند القيام من الركوع وأما عند القيام من التشهد فالحنفي لا يقولون به وزيد بن علي لا يقول به، لكن قد وردت أحاديث قال بها الشافعي. ولهذا فإنني أرفع يدي عندما أكبر وعندما أركع وعندما أقوم إلى الركوع وعند القيام من التشهد الأوسط، كما أني في صلاة الجنازة لا أرفع إلا عند تكبيرة الإحرام، وفي صلاة العيدين لا أرفع إلا عند تكبيرة الإحرام. أما عند التكبيرات في صلاة العيدين أو في صلاة الجنازة حينما تروا الكثير من الناس يرفع يديه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بسند صحيح ولا حسن ولا ضعيف، إنما مروي عن عبد الله بن عمر، وفعل الصحابي ليس بحجة. فالمشروع أن الإنسان يكبر حال تكبيرة الإحرام يرفع يده في صلاة الجنازة وفي صلاة العيدين. أما عند التكبيرات فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من فعله ولا من تقريره. ولهذا قلت لكم ارفعوا فعل خط في قوله ولا يرفع المصلي يديه في شيء من التكبيرات لا الأولى ولا غيرها. هذا مذهب العدوية عاد بالرفع، قالوا فلان قد بيخذف يسمى بيخذف، وهذا يقول له بيحجف يفعل هكذا بيحجف وهذا بيخذف. وزاد المؤلف قال ولا في القنوت لا يرفع يديه في القنوت. ووردت أحاديث تدل على أن الإنسان إذا هو بيدعي في القنوت أنه يرفع يديه فيقول اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت، أو يقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد المجاهدين وغير ذلك. سيأتي أن علماء المذهب الهادوي قالوا لا يكون القنوت إلا بالقرآن، وقال العلماء الآخرين يكون بالقرآن وغيره. فالأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم انجي الوليد بن الوليد، اللهم انجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين بمكة، اللهم عليك بقريش، اللهم اجعلها عليها سنينا كسني يوسف أي مجاعة إلى آخره. بل ورووا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه كان يدعو على معاوية وعلى أعدائه، فيستدلوا على لعن معاوية بأن علي قد لعنه، وما بيستدلوا على جواز الدعاء بغير القرآن لأن علي بن أبي طالب قد كان يتكلم، استدلوا في اللعن. والذي مسأل مهم قطعي بنلعن ونطرد واحد من خلق الله من رحمة الله، لأن اللعن في اللغة هو الطرد، وفلان ملعون أي مطرود من رحمة الله، وما بيستدلش على أنه لا أن الإنسان يدعو في غير القرآن. قال الإمام الجلال أن الدعاء بالقرآن في القنوت خلاف السنة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في أي قنوت بآية، لكنهم قالوا لا يأتي إلا بالآيات الذي في القرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، ربنا الآيات الذي في القرآن كلها يجمعها ويأتوا بها في القنوت. ها؟ نعم بتقعد وانت بتدرس أين هيك؟ سنة ما أنت؟ ما هو؟ أين شيخكم؟ باب الشيخ؟ أم أين سعد؟ مدري شيخ الحاجة بعدها يوكلوا واحد بدله؟ أنت كذا بتجي تسبد وقتك هنا الثاني نين مدري؟ ها؟ ما يسبرش الشباب في صباح اليوم
الوقت بالذهب. انا بنتحرق كرهم دي جي سياره، ما بيش سياره الا ولي في الحوش حكي ربع ساعه لا اجل توصل واركب واوصل افتح الكتاب قبل كل شيء. الوقت بالذهب، وهذا عندكم بنجي، وانهم بيتطفوا بين الشمس على الشقة الذي باب الجامعه الذي مراعي لو ما يجوا هذا ما شيء. انا اشتي طالب في يده الكتاب، طالب بيذاكر، اثنين ثلاث طلبه بيجادلوا، ما اشتيش دافين هنا يكب بين الشمس سامام راعي لما اجي تقصص لنا اجي ترى رجلنا. قال ما شعرت انا سويت خطي، خط في قول ولا يرفع المصلي يدي في شيء من التكبيرات، ثم خطيت في قول ولا في غيره من القنوت، في القنوت لانها مساله اخره. ما شعرت والقنوت سنه في الركعه الاخيره من الفجر والوتر بعد الركوع يجهر به ولا يقنط فيها بشيء سوى آيات من القرآن. هذه مسألتين. المسألة الأولى أن القنوت عند علماء الشافعية وعلماء الهادوية لا يكون إلا في الفجر، بينما في المذهب الحنبلي يكون في جميع الصلوات، ولكن بشرط أن يكون في أيام الزلازل والحوادث والحروب وغير ذلك. المسألة الثانية، هل القنوت بآيات القرآن فقط أو يكون بأي دعاء؟ أنا عملت هنا يسوى آية من القرآن. الصحيح أنه يصح القنوت بأي دعاء كان. قال وهذا القنوت سنة في الركعة الأخيرة في الفجر والوتر، في الفجر والوتر عند الشافعية والهادوية، أما الحنبلية والحنفية وجماعة من العلماء قالوا ليس في الفجر دائما وإنما في الصلوات كلها، لكن بشرط إذا قد كان هناك حوادث مؤلمة وهذا الأيام قد دائما هذاك في هذاك الأيام كل واحد مشتري ما عند الثاني. أما الآن في تقوى حادثة في بغداد أو في الشيشان وتصل علماء هذا يقتلوا واحد مسلم في الشيشان ما يجي بعد نص ساعة، لو قد الإذاعات في العالم الإسلامي كله بتي. فإحنا في حوادث دائما في فلسطين، في العراق، في الشيشان، في البسنة، في الهرزاق، في غير ذلك الحوادث. هذا ما قد كانوا يدروا إلا بسنة العلماء يحجوا ويتلاقوا وبعد ذلك يقولوا وبلغ بواسطة الحجاج أنه مات الملك الفلاني، بلغنا أنه وقع كذا كذا، ولا ما بيدروا العوام مشتري. ولكن الآن حوادث فلا بد أنهم أن قلت أن في اليوم الواحد بيقتلوا أربعة باقية وبعدها ما يصير شمارع ويقول اللهم الشهداء رسول الإسلام لو على الفلسطيني أفغانية وثلاثة شيء.